الله يطول بعمرك سيدنا ويديمك يا رب. يعني دائما بنفتخر بقيادتنا الهاشمية وبنفتخر دائما بإنجازاتنا الأردنية، الخدمات الطبية الملكية اللي دائما منوجه تحية لكل العاملين بالخدمات الطبية الملكية وقواتنا المسلحة الأردنية أكيد جيشنا العربي، وشفنا الجهود اللي عم يبذلوها بكل أنحاء الوطن العربي. وإذا بدنا نحكي عن فلسطين، الدور الكبير اللي عم بيقوموا فيه سواء بغزة أو بفلسطين، ولكن على الجانب الآخر إحنا بنحكي دائما عن إنجازات طبية، بنحكي دائما عن التطور الكبير بخدمات الطبية الملكية، واللي دائما بنفتخر لما نسمع عن أي طبيب بخدمات الطبية الملكية بيقوم بإنجازات على مستوى العالم. فتحياتنا لهم أكيد دائما وأبدا، وإنجاز طبي آخر يسجل لخدماتنا الطبية الملكية وإدخال تقنية العلاج بالخلايا التائية لعلاج مرضى السرطان الدم والغدد الليمفاوية غير المستجيبة للعلاج. أكيد إحنا بكل فخر واعتزاز دائما نحيي نشامة ونشميات الخدمات الطبية الملكية. الله يقويكم دائما، بترفع الرأس، ويمكن ما بمر أسبوعين ثلاث في برنامج يسعد صباحك إلا بيكون معنا هناك ضيف من الخدمات الطبية الملكية بإنجاز طبي جديد، إن كان على مستوى محلي أو إقليمي أو حتى على مستوى عالمي. بهذا الصباح بسعدنا يكون معنا العقيد الطبيب رامي الخصاوني، مدير مختبرات مركز الأورام العسكري والباحث الرئيسي لمشروع العلاج بالخلايا التائية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك عطوفتك، وأهلا دائما وألف مبروك، والله يقويكم دائما. الله يسعدك والله يبارك فيك ويسعد صباحك جميعا وصباح الوطن الجميل. أهلا وسهلا فيك سيدنا. أيضا بسعدنا يكون معنا العقيد الطبيب مجدي الجداي، رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي. طبعا أهلا وسهلا فيك وجهد مشكور لكم، الله يقويكم. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة وعلى البرنامج. الله يخليك. أيضا في البداية دكتور رامي، ماذا نقول عن هذا الإنجاز ونوضح أكثر للسادة المشاهدين؟ مشكورين في البداية، نحب حقيقة نشكركم على هذه الاستضافة، نشكر التلفزيون الأردني وأسرة برنامج يسعد صباحك على هذه الاستضافة، ومنحب نحيي كافة المشاهدين في وطننا الجميل وفي كل مكان. نحب حقيقة نهدي هذا الإنجاز للوطن ولقائد الوطن. الإنجاز هو حقيقة إدخال تقنية وعلاج الخلايا التائية المعدلة جينيا، وهو حقيقة إنجاز غير مسبوق على المستوى الوطني ومن الأوائل والقلائل على مستوى المنطقة والوطن العربي. حقيقة هذا المشروع جاء تجسيدا لرؤى سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في التميز والإبداع والتطوير في المجال الطبي، وحقيقة بتوجيهات من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وبإدارة مباشرة ومتابعة حثيثة من عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية. حقيقة هذا إنجاز هو يضاف لكوكبة إنجازات الخدمات الطبية الملكية. الخدمات الطبية الملكية خصوصا في زراعة الأعضاء معروفة في هذا المجال على المستوى الوطني والإقليمي منذ سبعينات القرن، وجاء هذا الإنجاز حقيقة إضافة لهذه الكوكبة من الإنجازات، حيث أن هذا الإنجاز يحقق علاج لمرضى سرطان الدم والغدد الليمفاوية، ويعتبر بارقة الأمل الوحيدة لهؤلاء المرضى. والحمد لله قدرنا أنه نعطي لأول مريضة قبل أسبوعين، والمريضة الآن هي موجودة على سرير الشفاء في مركز الأورام العسكري. يعني دكتور مجدي، لما عم نحكي إحنا عن الخلايا التائية، خلينا شوي نشرح لكل اللي عم بتابعونا إيش هي الخلايا التائية ووصولنا لهذا الإنجاز في مثل هذا الوقت اللي عم نسمع فيه تزايد للأسف يعني بحالات السرطان، ليس فقط بالأردن لكن على مستوى العالم. شكرا مرة ثانية على الاستضافة وعلى البرنامج يسعد صباحك، وإتاحتنا الفرصة نبين للأخوة المشاهدين ممكن تشاركونا فرحتنا بهذا الإنجاز الكبير اللي نعتز ونفتخر فيه. الخلايا التائية هي جزء من كريات الدم البيضاء، وهي لها تعداد وتخصصات كثيرة، لكن إجمالا وظائف الخلايا التائية وكريات الدم البيضاء هو خط مناعة ودفاع، تعمل على استهداف أي جسم غريب يدخل إلى الجسم سواء كان جرثومي أو جسم غريب أو حتى سرطاني. ما يبشر في هذا السياق أن هذه الخلايا التائية تعيش فترة طويلة في دورة الدم، قد تستغرق شهور وحتى سنوات، ولذلك جعل العلم يستغل
هذه الصفة بهذه الخلايا لإجراءات تعديل جيني وراثي عليها لإيجاد مستقبلات تستهدف فقط الخلايا السرطانية، فتدور في الدم حتى تصل إلى الخلايا السرطانية لاستهدافها ومهاجمتها والقضاء عليها. يعني لأنه إحنا بنعرف مثلا الكيماوي بهاجم الخلايا المنيحة واللي مش منيحة، فهذا بس راي على الخلايا السرطانية صح؟ هي هذا نوع من العلاج الموجه، وموجه بامتياز حتى أفضل من العلاج المناعي، لأنه العلاج المناعي عادة يستهدف فقط الخلايا السرطانية مع تأثير قليل على الخلايا الطبيعية، أما الخلايا التائية فهي خلايا موجهة أضيفت عليها تركيبة جينية تستهدف فقط الخلايا السرطانية أينما كانت. ممتاز. دكتور رامي، اليوم عندما نتحدث عن مثل هذه الإنجازات أكيد في تشاركية من خلال اختصاصات متعددة، لأنه بالأخير إحنا اليوم نحكي أنه عمل جماعي للوصول إلى النتائج، نحكي أكثر عن هذه التشاركية ونحكي أكثر عن أهميتها للوصول للنتيجة المرجوة من خلال هذا الإنجاز. نعم صحيح، ما يميز هذا المشروع هو العمل بروح الفريق والتشاركية من كافة الاختصاصات الطبية ذات العلاقة، بالإضافة لاختصاصات الغير طبية. منذ أن بدأ العمل على هذا المشروع وبدأ تشكيل لجان متعددة ومختلفة تضم تخصصات طبية من باطنية وأطفال وتخصصات أمراض الدم والأورام، بالإضافة لتخصصات المختبر وزراعة الخلايا الجذعية، وطبعا أهمية أيضا الصيدلة والتزويد، وحتى يعني الأمور القانونية والأمور المالية كان لها دور مهم وأساسي في هذا المشروع، لأنه هذا عبارة عن مشروع تصنيع منتج علاجي، تصنيع دوائي. فالتشاركية حقيقة تبدأ من أيضا على المستوى الوطني في التشاركية مع القطاع الخاص الذي زودنا بالتجهيزات اللازمة، بالإضافة للتشاركية مع مؤسسة الغذاء والدواء. هناك ضوابط وتعليمات وشروط معينة لمثل هذا مثل هذا إجراء، سواء على المستوى الوطني تطبيق متطلبات مؤسسة الغذاء والدواء، وكانوا مشكورين وفروا كل الدعم للخدمات الطبية الملكية، بالإضافة للتشاركية على المستوى الدولي مع مراكز ومستشفيات في ألمانيا. فإحنا بنحكي عن التشاركية في البداية في تخطيط وتنفيذ المشروع، والتشاركية عند إعطاء العلاج يبدأ من وصول المادة التي سوف تعمل التعديل الجيني ولغاية إعطاء العلاج للمريض ومتابعة المريض لمدة طويلة حسب المعايير العالمية. فبنحكي عن تشاركية صراحة كبيرة وتناغم كان صراحة من رأس هرم المؤسسة لكافة العاملين في هذا المجال وفي هذا المشروع. يعني احنا بنعرف دائما وكل ما بنسمع عن الخدمات الطبية الملكية اللي لما تضع بصمة هي بصمة طبية مش بس في الأردن ولكن على مستوى العالم، فاحنا اليوم عم ندخل بكمان إنجاز آخر. ولكن يمكن دكتور مجدي إذا احنا بنحكي بالموضوع نشوف قديش هذا الموضوع حيكون مفيد للمريض وقديش صحيح. احنا أهميته في هذا الوقت اللي احنا عم نسمع فيه تزايد بعدد السرطان الأرقام، ولكن بنفس الوقت احنا عم نحكي بالدم والغدد الليمفاوية. هذا المشروع تكمن أهميته بأنه يعطي الأمل للمرضى الذين يعانون من سرطانات شرسة وعنيدة. في نسبة من المرضى عندهم سرطانات دم من النوع الشرس الذي لا يستجوب للعلاجات، يعني يأخذ الخط الأول بدون استجابة أو قد تكون استجابة غير مقنعة وغير مرضية، يأخذ الخط الثاني وحتى الثالث، فيتضاءل الأمل بالشفاء مع كل خط أخذه المريض. فجاءت هذه التقنية لهؤلاء المرضى لإعطائهم فرصة بانتخاب خلايا تهاجم مباشرة الخلايا السرطانية يعني بدون ما يكون في خطوط علاج بعدها، فهي كانت خط علاج أخير. الاستجابة قلتوا لي بلشتوا تعالجوا بعض المرضى من خلال هذه الآلية أو هذا الإنجاز، كيف كانت الاستجابة الأولية؟ خلينا إحنا أنا مريض واحد لحد الآن وفي طور الخروج، لكن الدراسات تشير إلى أن استجابتها في هؤلاء المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وعنيدة قد تصل فوق 50%، وتختلف حسب المرض وشراسته بالأصل. ففي خلايا الليمف البائية قد تصل من 60 وقد تصل إلى 80%.
وفي بعض الأمراض أكثر أو أقل حسب المرض، بس هي مهما كانت نسبة ازدياد الشفاء تكون يعني مقنعة ومرضية، لأنه المريض يصل إلى طريق مسدود، لم يبقى لديه أي خط أو بروتوكول علاجي. فأعطته بارقة أمل أنه من نسبة شفاء أقل من 10% قد تصل إلى 80%. طيب دكتور رامي، يمكن إحنا اليوم عم نحكي عن نوع محدد بموضوع السرطان، عم نحكي عن السرطان الدم والغدد الليمفاوية، هل هناك تطوير أكثر على هاي الدراسات اللي أنتم عم تعملوها لتغطي أنواع أكثر من السرطان؟ نعم، حقيقة هو إحنا المنتج العلاجي اللي إحنا حاليا نشتغل عليه زي ما ذكرت ستي، هو بغطي سرطانات الدم الليمفاوية الحادة بالنسبة للأطفال وللبالغين، وبيغطي أيضا سرطانات الغدد الليمفاوية الباقية للبالغين. أيضا هناك في خطط مستقبلية للخدمات الطبية الملكية بإدخال أيضا علاجات لأمراض أخرى. طبعا هو في هلأ دراسات على علاج مرض سرطان الدم النقوي المتعدد، وهو من الأمراض الشرسة جدا، إن شاء الله في خطط مستقبلية أنه يتم إدخال هذا العلاج أيضا. وأيضا في دراسات على أمراض الصلبة الأخرى، سرطانات النسائية وسرطانات الأخرى، وحتى في دراسات أعطت نتائج مبشرة على الأمراض المناعية كالحمى الذئابية، وأعطت نتائج الحمد لله مبشرة جدا عالميا، بالإضافة إلى الأمراض اللي هو اللويح الجلدي واللويح المتعدد، حقيقة في دراسات حاليا عليها وعم تعطي نتائج كويسة كثير يعني. فإحنا خططنا المستقبلية في الخدمات الطبية الملكية تتوسع أكثر، نتوسع أولا في البداية، نتوسع في بالنسبة للعلاج الموجود عندنا حاليا، نشمل حالات أكثر إن شاء الله. في فترة الشهر القادم حيكون في علاج لحالتين كمان، بالإضافة للحالة الحالية اللي نتائجها الحمد لله الأولية مبشرة جدا. يعني لما تسمع المريضة تحكي لك أنا قبل هذا العلاج كنت دائما في عندي يعني ما في شهية للأكل، تعب عام، الآن هاي الأعراض كلها راحت، فالحمد لله الأمور إن شاء الله إنها مبشرة. دكتور مجدي، يعني اليوم لما بنحكي عن هذه التقنية مقارنتها في زراعة النخاع العظم، يعني قديش اليوم راح تفرق أو راح يكون في إلها شيء موازي لهذا هذا الموضوع؟ هو العلاج بالخلايا التائية أقرب ما يكون للزراعة الذاتية مع بعض الاختلافات. بالزراعة زراعة النخاع الذاتية تكون الخلايا المنتخبة هي الخلايا الجذعية، هي جذر كل الخلايا في النخاع العظمي. أما في الخلايا التائية فقط هي ننتخب فقط خلايا التيسيلية التائية. الآن يشترط لعمل زراعة النخاع العظمي الذاتي فقط خط علاجي أول والشفاء بعد الثاني، لكن بالخلايا التائية قد ننتظر لخطوط متقدمة أكثر، الثالثة أو الرابعة. ففي اختلاف، ولكن العلاج بالخلايا التائية أقرب ما يكون للذاتية، لأنه يؤخذ خلايا ذاتية من جسم الإنسان ويعاد حقنا. يعني يمكن اليوم إحنا عم نحكي عن تطور هائل بهذا الموضوع، وفي ظل تزايد حالات السرطان بمستوى العالم، إحنا اليوم عم نتحدث عن يعني نحكي بصيص أمل لعدد كبير من الناس في هذا المجال. ويعني الله يبعد عنا الأمراض، ولكن دائما بنقول بهالسواعد الأردنية احنا دائما بنفتخر بكل التطور اللي عم بصير. فالله يعطيكم العافية، وبكلمة منكم أكيد لكل اللي عم بتابعنا. الله يعافيك وشكرا لكم، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى، ومنحب نشكر المشاهدين في كل مكان، وإن شاء الله نكون إنه قدرنا نوصل المعلومة الطبية بشكل واضح. وإن شاء الله نحب نشكر كمان صراحة كافة مرتبات الخدمات الطبية الملكية، سواء الذي كانوا لهم مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاح هذا المشروع. ومنحب نشكر أيضا شركائنا في القطاع الخاص، وبالإضافة شكر للمؤسسة الغذاء والدواء، وشكر لشركائنا في ألمانيا. وبحب نشكر الأهل المريضة وأهل المريضة، ونتمنى لها الشفاء التام إن شاء الله. تحياتنا لها وبالشفاء، ولكل المرضى يا رب بالشفاء. الله يقويكم. تفضل. إحنا دائما في الخدمات الطبية نسعى إلى تحديث وتطوير وإيجاد العلاجات اللازمة لكل المرضى.
دوافعنا كثيرة في الموضوع، ويعني في عنا رؤية ملكية، في عنا رعاية من القيادة وإشراف مباشر من المديرية والمدير، وفي حماس وانتماء وولاء من المنتسبين. فإحنا على طول نعمل كخلية نحل، وإن شاء الله ما بنبخل على منتفعينا في تقديم يعني أحدث السبل للعلاج. أكيد كل الشكر لكم، والله يقويكم. تحياتنا لكل أيضا كوادر الخدمات الطبية الملكية، وتحياتنا أيضا لعطوفة العميد الطبيب يوسف زرقات يعطي العافية، ولكل الجهود التي تبذل دائما وبنفذ توجيهات جلالة الملك والقيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كل ما يلزم دائما لمن يحتاج العلاج وكل من يحتاج الخدمات الطبية الملكية على مستوى محلي ومستوى عالمي. أكيد، والباشا رئيس هيئة الأركان أكيد يعطي لهم العافية. يوسف لحنيتي الله يعطيكم ألف عافية، وكل الشكر لكل هالجهود اللي عم تبذلوها في كافة القطاعات. الله يقويكم دائما. فاصل ونواصل.